بسم الله الرحمن الرحيم. النهاردة يا جماعة إن شاء الله عايزين ناخد الإضافة والتعديل والحذف، بس هي مش مجرد يا جماعة بنقول إحنا الكود خد استخدمه زي ما هو كده، إحنا عايزين نفهم الحكاية ماشية إزاي. لازم يبقى السيكوال سيرفر معايا طول ما أنا شغال، هو شغال معايا. طب تعالوا كده نشوف واحدة واحدة. لو جينا على مخزن الأكواد وهقول له تعالى لي على الإضافة والتعديل والحذف، بدل ما نكتبهم ناخدهم بس كده ونفسرهم واحدة واحدة مع بعض عشان ما نضيعش وقتنا يعني. تعالوا ناخدهم كوبي كده وتعالوا نروح على سيكوال سيرفر، وطبعا بنشوف احنا حاطين الجداول بتاعتنا فين في اي سيرفر بالظبط. فانا حاطه في S2014 وهقول له كونكت. هاجي هنا في الداتابيز يا جماعه، هنفتح طبعا انا شغال على المخزن، فهنفتح المخزن واقول له دي الداتابيز بتاعتي. نخش على تيبلز، انا عندي فيه 3 تيبلز. طبعا احنا اتفقنا انا في عندي البيانات مرتبط بالعمال ومرتبط بالمنتج، فلازم يبقى المنتج موجود والعمال موجودين، اساميهم مكتوبة الاول، وبعدين بعد كده بشتغل على جدول البيانات. عشان كده ممكن نراجع مع بعض العلاقة بتاعتنا. لو انا جيت كده فتحت، بص اهي العلاقة موجودة عندي يا جماعة. لو عملت كليك يمين قلت له موديفاي، زي ما انتم شايفين يا جماعة ادي جدول البيانات، في عندي كود العملية وكود العامل وكود المنتج. كود العامل بربطه هنا مع كود العامل، وكود المنتج بربطه مع الجدول اللي هو بتاع المنتج. برضو انا بحاول افكركم، وبرضو عشان نقول ان انا كل حاجة بشتغلها من السيكوال سيرفر. طب لو جينا قفلنا الكلام ده ورحت للجداول بتاعتي، انا دلوقتي مثلا عايز اشتغل على جدول المنتج، عايز اعمل اضافة، فالميزة ان انا بكتب الكود هنا بجهزه بلاقيه تمام وشغال زي الفل، اخده احطه في البرنامج بتاعي يشتغل مباشرة. طب تعالوا كده نشوف، لو انا قلت له انا عايز اعمل نيو كويري، ما تنسوش يا جماعة اول حاجة بتأكد ان انا موجود فعلا في الداتابيز بتاعتي اللي هي المخزن، لان انا عندي فيه كذا داتابيز زي ما انت شايفين. فانا بقول له انا عايز ايه؟ المخزن. طيب بعد ما اخترت المخزن باجي هنا بحط المعلومات بتاعتي بدل ما اضطر اكتبها يعني تاني، بيست. طبعا زي ما انت شايفين بيقول لي في اخطاء هنا، لان احنا طبعا ده مش كامل كده، فبقول له الجزء ده ديليت وبوقفه هنا. وطبعا طالما بيتحول للون الاخضر ده معناه ان الكود ده مش داخل في الموضوع. وتعالى نوقف كل الكلام ده، فهضغط هنا على الايقاف. طيب وتعالى نقول انا هشتغل على تيبل معين، فهقول له نشوف، عايز اشوفه قدامي عشان اعرف اشتغل. هقول له اول حاجة سيلكت، هقول له اختار لي كل اعمدة فروم، وهكتب اسم التيبل بتاعي تي. طيب انا عايز انفذ الكلام ده، خلي بالكوا ده كده ملغيين، هو هيشغل ده، فهقول له اكسكيوت، فهو جالي على الجدول اللي اسمه المنتج اظهره لي كله. تمام كده. طيب انا عايز اعمل ايه؟ انا عايز اضيف سطر جديد. تمام. طب اضيفه ازاي؟ بصوا معايا بقى هنا الكود بتاع الإضافة، insert into وtable، وهنا الكولومز وvalues اللي هي بياخدها من التكست. طب تعالوا كده نشغل ده بقى وأقول له insert table، اسم التيبل إيه الأول؟ هقول له المنتج، هناخده كوبي وتعالى هنا نحطه إيه؟ بيست. في ملاحظة مهمة جدا عشان ما نكتبش كلام على الفاضي، هنا في الأعمدة قال لي أنت عايز تدخل في عدد محدد من الأعمدة، يعني دول مثلا 2 4 5، هل أنت هتدخل في 3 أعمدة أو 4 أعمدة ولا في الأعمدة كلها؟ قلت له لا أنا بدخل في الجدول كله في الأعمدة كلها. قال لي يبقى ما تكتبهاش. يبقى لو أنت ناوي تدخل الأعمدة كلها ما تكتبهاش خالص، يبقى كده وفرنا حاجة. طيب نيجي بقى للتكستات، أنت عايز تدخل دلوقتي أدي 1 2 3 4 5 حاجات. طب تعالى بقى كده الخمس حاجات اللي انا هعملهم اقول له اعمل لي اربعه كده كوما، وتعالى لكل واحده من دول حط لي اتنين سنجل كوتيشن كده. هي في الارقام ممكن ما اعملش السنجل كوتيشن، ولكن انا بريح دماغي وبشغلها في العموم. تمام كده، كده ريحت دماغي ادخل اي حاجه انا عايزها. طيب اول حاجه انا عايز ادخل الايه؟ الكود بتاع المنتج. فانا عندي 1003 يبقى هحط 1004. طب المنتج بتاعي عباره عن ايه؟ اقول له اي حاجه، بوتاجاز ماشي، وهقول له اتعمل في كوريا، وهقول له مثلا 4 شعله، منتج ممتاز، اي حاجه يعني
احنا عايزين نملى وخلاص، تمام. وتعالى نقول له اكس كيوب، ايه اللي حصل يا جماعه؟ ضاف لي اهو ال 1004 بوتاجاز وكوريا وهنا 4 شعله وممتاز. اقول له كويس قوي، بس الكود ده كده انا مش هكتب بقى حاجه معينه، لا ده انا عايز ادخلها له من خلال التكستات. يبقى خلي بالكم احنا قلنا حاجه جديده النهارده، ان انا لو هدخل في الاعمده كلها يبقى مش هكتب الاعمده خالص، تمام. تاني حاجه بقى باجي اشيل الكلام ده، الميزه ان احنا التكستات احنا مرتبينها يا جماعه، ده الجدول رقم 3 يبقى بيبدا بتي 3، تمام كده. يبقى دي اول حاجه. بصوا هنا يا جماعه بنيجي كده واحده واحده، اقول له بعد السنجل كوتيشن ده بحط انا دبل، ماشي، وهاجي في وسطيهم وهنحط هنعمل مسافتين وهنيجي في وسطيهم برضو كده ونحط اتنين اند، وفي وسطيهم ناخد مسافتين واقول له هكتب انا شغال على الجدول 3 فهبدا بتي 3، تمام كده. وهقول له تي اكس تي 1. احنا الميزه ان احنا مرتبين الكلام ده، فعشان كده بتبقى بالنسبه لي الحكايه سهله جدا. دوت تكست، تمام. طيب كده التكست الاولاني، اقول له خده لي بقى زي ما هو كده، ممكن حتى ناخده بحاله كده اهو، كوبي وتعالى هنا. طيب ده التكست الاولاني، ده يبقى التكست ايه التاني التالت، احنا مش فارقه معانا، حتى لو كان تاريخ كان وقت كان اي حاجه مش فارقه معانا في اي حاجه. يبقى ده رقم 4 وده رقم 5. الكود كده يشتغل معانا؟ يشتغل، ما يشتغلش هنا بقى، لا يشتغل هناك. هقول له كده هات لي الكود ده كده زي ما هو، هقول له ايه كوبي وتعالوا نروح على البرنامج بتاعنا. بصوا بقى يا جماعه انا دلوقتي لو جيت على جداول، انا طبعا ممكن استخدم السيكوال ده، بس انا عايز ابسطه شويه، عشان كده هقول ايه، تعالوا بس ناخد انتر كده مسافه، وده عشان ما نروحش انتر تاني، ده عشان ما نروحش نجيبه بعد كده، خليه هنا على جنب بيست. تعالى ناخد السيكوال ده كوبي، وهنا هنحطه ايه بيست، وهنا شيل لي بقى الكلام ده كله وسمه لي اس كيو ال. يبقى ده هنستخدمه معاهم كلهم، تمام، اللي هم في الاضافه والتعديل والحذف وفي حاجات كتيره قوي. وهقول له شيل لي بقى الداتا جريد فيو، خلاص مش عايزها من هنا، ديليت، وشيل لي الحاجات دي كلها اهي، مفيش ولا جداول ولا في اي حاجه، ديليت، وشيل لي الداتا جريد فيو. بس انا محتاج الكود بهذا الشكل، مجرد بس ان انا هحط الايه مطرح الاكس ده. طب تعالى بقى خد ده تاني كده كات، وتعالى نرجع ناخد هذا الكود. بصوا معايا كده يا جماعه، هاجي هنا نضغط وهاجي على الصفحه الثالثه، وهنشوف ان الاثنين التانيين بمنتهى البساطه هيتعمل الكلام هو هو. هاجي هنا كده وهقول له ايه الاضافه، وهنا هكتب له اس كيو ال. فطبعا بيقول لي انا عايز بقى الكود بتاعي، اقول له سهله جدا، هعمل علامتي تنصيص وهاجي في وسطيهم احط الكود اللي انا عملته ده بس. بصوا كده يا جماعه بمنتهى البساطه اهو، تعالوا بقى نجرب هذا الكود. هنضغط على ستارت، تعالوا نروح للجدول الثالث بتاعنا المنتج، واقول له تعالى كده ناخد بس 1005، مش محتاجين حتى نغير بقيه الحاجات، نبدل بعد كذا اللي احنا عايزينه، واقول له اعمل لي اضافه. طيب واحد يقول لي ما اتعملش اضافه، اقول له لا المفروض انها اتعملت ولكن ما بانتش، ليه؟ عشان انا ما حدثتش الجدول. طب تعالوا نروح نحدث الجدول، وبنيجي هنا كده اقول له احنا طبعا الكود اسمه سيكوال، عايزين نكتبه تاني نكتبه، عايزين نجيبه من فوق نجيبه، ما فيش اي مشكله. فبقول له كان سيكوال، تمام. طبعا في حاجتين احنا عايزينهم، الجمله بتاعت السلكت بتاعتي، وما تنسوش الداتا جريد فيو. فبقول له احنا في التي 3 يبقى تي 3 دي جي في. طيب تعالوا هنا بقى بقول له سلكت، وبقول له كل حاجه او كل الاعمده فروم تيبل بتاعي اللي هو الايه المنتج، تمام. تعالوا نجرب تاني، نروح للجدول بتاع المنتج مره اخرى، هتلاقوا بصوا يا جماعه
أو 1005 اتضاف. طب تعالى نحط واحد جديد 1006 عشان نشوفه ان المرة دي هيظهر مباشرة، وهقول له ايه اضاف. ايه اللي حصل؟ اهو ضاف لي 1006. لو ضيف بقى زي ما انت عايز مفيش اي مشكلة بقى. ماشي. طيب انا عايز في الجدول التاني بقى، هل هنعمل الغلبة دي كلها؟ لا، الحكاية بقت خلاص كده مفيش اي بقى مشكلة على الاطلاق. بصوا معايا يا جماعة بقى، نروح للتيبل رقم 2. طيب وتعالى على زر الاضافة، اقول له طيب شايفين الاضافة اللي عملناها في الجدول التالت، خدها زي ما هي كده كوبي، وتعالى هنا اعملها لي ايه بيست. ايه اللي بيتغير؟ اسم الجدول، بدل ما هنا المنتج يبقى اسمه العمال، ولو شاكك في الاسم ممكن اروح اشوفه عندي في السيكوال، فهنا هقول له ايه العمال. تمام. هنا برضو العمال. طيب هنا ده بدل تي 3 يبقى تي 2، واحنا زي ما اتفقنا بصوا مكتوب هنا تي 2 بيأكد لي الشغل، وهنا برضو تي 3 هيبقى ايه تي 2، وهنا ادي تي 2. هما خمس اعمده، مش هما خمس اعمده؟ يبقى خلاص، يبقى مفيش اي مشكله. تعال نشغل ونشوف. طيب نروح للجدول رقم 2 اللي هو العمال، عامل جديد ادي 3 وهقول له اضافه، زي ما انتم شايفين الضاف بمنتهى البساطه. طب 4 اضافه، طبعا نغير بعد كذا ما احنا عايزين. طب الجدول الاولاني نفس الحكايه بس تغيير بسيط قوي. تعالوا نشوف كده مع بعض. لو انا جيت على تيبل 1، طيب تيبل 1 يفرق عنهم في ايه؟ في حاجه بسيطه جدا، ان هنا 1 2 3 4 5 6 7، يبقى هزود 2 تكستات بس وتمشي كل حاجه زي ما هي. تعالى كده نروح للاضافه وتعالى ناخد اي كود فيهم، هقول له كوبي، تعالوا هنا يا جماعه بيست. انا شغال في الجدول ايه تي 1. طيب يبقى حاجه هنا الاول اسم الجدول البيانات، وهنا حاجه اقول له ايه داتا جريد فيو رقم 1 تي 1، وهنا برضو هقول له تي 1 نفس الحكايه تي 1 تي 1. طيب هنا كام تكست يا جماعه؟ المفروض ان هما 5، ولكن احنا عايزين كام؟ 7. اقول له طب تعالى لي من اول كوما كده وخد لي 2 اهو. ماشي يا جماعه لحد كده الاخر، اقول له ايه كوبي، وتعالى في الاخر هنا اهي بيست. حلو. يبقى ده كده احنا كنا واقفين عند 5، يبقى ده 6 وده 7. هل في حاجه تانية هتعمل ولا اي حاجه؟ خلاص على كده تمام. طمنا بس البيانات، البيانات وخلاص كل حاجه تي 1 تي 1 كل حاجه تمام. روح وجرب. طيب ادي الجدول بتاعنا اخر حاجه 3004، خليه 3005 وهقول له اعمل اضافه، اهو ضاف لي 3005. طب 3006 اعمل اضافه. بصوا يا جماعه 3006، وزي ما انتم شايفين عملية بسيطة وسهلة جدا. طبعا التاريخ هو هو، ولكن الزمن بصوا ده بعديه بعشر ثواني دخلنا حاجة جديدة، زي ما اتفقنا ان انا بدخل بالدقيقة والثانية ومظبط الوقت. طيب انا مش هطول عليكم، بس انا عايز الناس كده يا ريت تقول لي يعني الطريقة اللي احنا شغالين بيها دي، ان احنا نربط كده بالسيكوال، وان انا اشرح واحدة واحدة، لان احنا عندنا على فكرة في شغل كتير قوي في السيكوال ممكن يتعمل، وفي اكواد كتيره جدا ممكن تشتق ومنها معادلات كثيره جدا جدا. لو عايزين نكمل في هذا الاتجاه انا معاكم، وشكرا لكم، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.